الهلال الأحمر المغربي والمؤسسات ديالو، بالخصوص مركز لالة ملكة لتكوين المتطوعين وأوتار الصحة بتطوان، طبيعة الحال في الجائحة قمنا في إطار لجنة ديال اليقظة باتخاذ مجموعة من التدابير تهم الطلبة والطالبات اللي كيدرسوا في المركز بتطوان. واتضح من خلال هذه الدراسة أن أغلبية يعني الطلبة والطالبات هم من أسر معوزة، أسر متوسطة، وأن الحجر الصحي جعلهم في الوضعية ديال الهشاشة أكثر. لذلك أخذنا القرار بالإجماع على تخفيض يعني السومة ديال التكلفة ديال التكوين ب 50% بالنسبة لجميع الشعاب، لا ديال التقني المتخصص ولا ديال التقني ولا ديال التأهيل. كذلك أعطينا 100% يعني التكلفة ديال القسم الداخلي، بحكم أن الداخلية تشدت وما يمكن لهاش تشتغل في الحجر الصحي، ولكن كيحافظوا بالمكان ديالهم إن شاء الله في الدخول المدرسي اللي هو مقرر حسب التعليمات ديال وزارة التكوين المهني في شهر أكتوبر إن شاء الله. هاد المبادرة هي مبادرة ديال واحد مؤسسة مواطنة اللي لابد في إطار العمل الإنساني أننا في الأزمة وفي الوقت الحرج خصنا نتفهموا يعني المواطنين والمواطنات والآباء، ونحاولوا ما أمكن نقدم لهم يد المعونة، لأن في الجائحة لابد ضفر جهود الجميع. وكنظن أن هذا العمل اللي عملنا يمكن نعمله أكثر من بعد ما نديروا التقييم النهائي ديال السنة الدراسية، ومن بعد ما نعملوا التقييم النهائي ديال الوضعية اللي متواجدين فيها الطلبة الآن في هذه الفترة ديال الحجر، اللي كذلك بالإضافة لهذه التخفيضات أننا استمرنا في تقديم الدروس عن بعد في جميع التخصصات، لا على المستوى النظري ولا على المستوى التطبيقي.